بزاف الناس ملي كيوصل لهم الصيف كيبغيو يمشيو يتبحروا ويفوجوا، وملي كنسمعوا هذه الكلمه ديال تبحروا فما كيطيح لينا في بالنا غير البحوره ديال الشمال. وبزاف الناس عاوتاني ملي كتقول لهم البحوره ديال الشمال، فاغلبيه البحوره اللي واخدين واحد الشهره اللي كبيره في العقول ديال المغاربه واللي هما البحوره ديال مارتيل وتطوان وطنجه والفنيدق، وكيغفلوا على اجمل الشواطئ بدون منازع واللي كاينه في الجهه ديال الناظور والحسيمه. مرحبا بكم في حلقه جديده. في هذه الحلقه ان شاء الله غنتعرفوا على الشواطئ هذه كيفاش نقدروا نوصلوا ليها، وشنو هما لي زاكتيفيتي اللي نقدروا نديروهم تما، وشنو هما الحوايج اللي خاصنا نردوا ليهم البال في ديك البلاصه هذيك. وغنبداو الفيديو ديالنا باول شاطئ واللي هو الشاطئ ديال توسارت. هذا الشاطئ قريب من مدينه الحسيمه، وهو ضمن المتنزه الوطني للحسيمه، كيتميز بالنقاوه ديالو والزرقه ديال المياه ديالو، لدرجه الحجر اللي كيكون تحت الماء والحوش كيبان لك. هو صعب الولوج، هادشي اللي خلى هاد الشاطئ هذا يكون نقي وما تتلقاش فيه بنادم بزاف، تقدر تكون غير انت وشي عائله اخرى اولا انت وشي ناس اخرين مخيمين تما. هادشي اللي كيخليه بحر زوين ووجهه المفضله للناس اللي كيعجبهم الكالم وكيبعدوا على البشر. بالنسبه للناس اللي باغاش تمشي له كاين بزاف ديال الطرق، يا اما غتوصل حتى للحسيمه وتشد طاكسي كورسا ب 100 درهم حتى تقرب للشاطئ، يا اما غتمشي حتى لواحد الدوار اللي سميتو الروادي من الحسيمه للروادي، من تما كاين اللي يديك تقريبا ب 30 درهم كيقربك من الشاطئ، وكتبقى لك تقريبا واحد 30 دقيقه بالضربه على رجليك عاد غتطلع على البحر. وملي كتطلع على البحر هنا كيبدا واحد السطاج ديال الوحش كما كنسميوه حنايا، كتبقى لك واحد 700 درجه خاصك تنزلها على رجليك. هادشي اللي خلاني انني نقول لكم البحر صعب الولوج، ولكن هاد التمارين كامله تستاهل، حيت كتوصل لواحد البحر اللي نقي بزاف وكتشوف واحد الجمال اللي ما كتشوفوش دائما. Nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel. You deserve better than me. الشاطئ الثاني واللي كيتعتبر ايضا من اجمل الشواطئ اللي كاينه في الجهه ديال الحسيمه واللي هو كالا بلانكا، وكل واحد وكيفاش يسميه، كاين اللي كيسميه كالا بلانكا وبزاف الاسماء باش كيلقبوه. هاد الشاطئ هذا كيتميز بالصخور ديالو البيضاء والنقاوه ديال المياه ايضا. في الحسيمه كاع الشواطئ اللي غنذكر لكم كيتميزوا بالنقاوه ديال المياه ديالهم، وتما كاينه واحد الصخره اللي كتشبه لكاس العالم. وكيفاش توصل لكالا بلانكا؟ ملي كتوصل للناظور كتشد طاكسي لبنينصر، من وراها كتشد طاكسي لفرخانه، ومن وراها غتلقى خطاف اللي غيوصلك او اللي يقربك حتى لكالا بلانكا واللي هي البلاصه اللي فيها كاس العالم. وصلنا الان للشاطئ الثالث وهو الشاطئ اللي الاسم ديالو مقطوعه، تقريبا جا وسط الحسيمه معزول عليها واحد شويه وجامور الشاطئ ديال كالا بونيتا. هنا تقدر دير الخيمه ديالك بدون اي مشكل وتخيم قد ما بغيتي، يكفي انك تجيب الماكله ديالك من مدينه الحسيمه او لا من اقرب فيلاج اللي قريب للشاطئ ديال مقطوعه باش ما توحلش. وصلنا الان للشاطئ الرابع واللي هو الشاطئ ديال تشارانا. هذا الشاطئ بعيد على مدينه الناظور بحوالي ساعه ديال الطريق. فهذا الشاطئ يمكن لك دير بزاف ديال لي زاكتيفيتي، منهم انك تحط الخيمه ديالك تخيم، ومنها دير الجيت سكي، وكاينه اللانشا والقوارب الصغيره او السريعه، وكاين الغطس كذلك. تشارانا فيها جوج بحوره، واحد فين كاين الحوانت والقهوه فين تقدر تقضى داكشي اللي خاصك او لا تقهوى او لا تشارجي التليفون ديالك، تما فين كانوا الاسبان مستغلين الكابانوات بلا قانون ولكن هدموا ليهم كلشي. تقدر طونطي تما ولا تمشي جهه الجبل، وكاين جهه فين كاين داك البحر اللي مخبي، وتما فين كاينه واحد المغاره، وكاين حتى واحد الجرف للناس اللي عزيز عليهم ينقزوا من اعالي مرتفعه ولكن ردوا البال. وحتى الناس اللي عزيز عليهم الغطس كاين بلايص تما اللي واعرين وكيبان لك كلشي من تحت الماء. ديو معاكم غير الرخصه
كيف ما كاين واحد الجزيره صغيره ايضا كيسميوها ازرونستاب ولا جزيره تشارانا. كيبقى لنا الشاطئ الاخير واللي هو الشاطئ ديال تيبودا، ايضا بعيد على مدينه الناظور بساعه ديال الطريق، والطريق ديالو سهله، يمكن لك تدي الطوموبيل حتى للشاطئ. وكنصح اي واحد يزور هذا الشاطئ، هذا ماشي غير هذا الشاطئ، كاع هاد الشواطئ اللي ذكرت، باش مزيانه الناظور والحسيمه وانت غادي على طريق الساحل فكتلقى بحوره بزاف اللي سوفاج ونقيين. المهم انت وقد ما قدرتش تتمشى فكتكتشف بحوره اللي مزيانين ونقيين، وفي ما عجبكش تقدر تنزل وتستمتع وتعوم. وتيبودا اشهر فيلاج في كاب ثروافورش، وهو عباره على واحد القريه ديال الصيادين، فيها بلايص واعرين ديال الغطس خصوصا الا ما كانت الشرقي، وكتمتع تحت الماء. وحتى الديكور ديال اكواخ الصيادين وهما كيقادوا الشباكي والفلوكات كتعطي واحد الجماليه وواحد المنظر للبلاصه. تقدر تخيم تما جنب البحر، والحوانت موجودين الا بغيتي تقضى داكشي اللي خصك. من بين النصائح اللي نقدر نعطيكم الا مشيتوا لهاد البحوره هادو، اولا خاصكم تتفاداو الشرقي ملي يكون البحر هائج واحد شويه، تفاداو انكم تعوموا باش تفاداو كاع المشاكل اللي يقدروا يوقعوا لكم. ثانيا الاحترام ديال الساكنه، احترام ديال الناس مالين الدوار او الناس اللي قرابين لكم او الناس اللي مخيمين حداكم، هكا غتقدروا دوزوا واحد الوقت اللي زوين بدون مشاكل. حاجه اخرى، حاولوا انكم تفاداو الا لقيتوا شي بير او شي سقايه ديال الماء منين كيشربوا الناس، تفاداو انكم تدوشوا حداها. حاجه اخرى واللي مهمه بزاف، هي داك الصخر اللي كاين تما كيزعمك انك تكسب فيه، ولكن هذه من الحوايج اللي خايبه بزاف. واخا كتشوف الصخر اللي نقي بزاف، حاول تحترم ديك الطبيعه هذيك وتخلي داكشي نقي، وبلا ما تكتب شي كتابه اللي خايبه تما اولا تكتب سميتك. حيت اولا الا مشيتي تما واستمتعتي فاستمتعتي لراسك، ماشي بالضروره اننا نعرفوك. وحتى الا بغيتي الناس يعرفوك فما عليك غير تصور فيديو اولا تبارطاجي مع الناس داكشي اللي كدير، هنا يقدروا يعرفوك من غير انك تكتب سميتك اولا سميت صاحبتك في واحد الصخره اللي نقيه بزاف. من بين المشاكل اللي يقدروا يواجهوك في الرحله ديالك وانت غادي لهاد الشواطئ هذه، وهادشي خصوصا الا كنتي ما عندكش الزهر، هو انك تلقى هاد البحوره هايجين والماء ديالهم ماشي ستابل. هنا ما تقدرش تستمتع بداك المنظر ديال البحر، وحتى ديك الزروقيه ديال الماء ما كتبانش لك. هنا ما عليك غير تصبر واحد النهار ولا يومين حتى يولي البحر ستابل ولا زربيه كما شنقولوا. اهم حاجه في هذا الفيديو هذا هي الا مشيتي لدوك البلايص حاول تخلي بلاصتك نقيه، واي زبل لحتيه تما حاول تجمعو وتاخذو معاك لاقرب فيلاج او لا لاقرب مدينه وتحطو في بلاصتو.